أقل من سلبيات الهجرة إلى بلاد الغرب أن أحدهم يتعود على الحرام، لا يرى فارقا بين الخمر والعصير، لا يرى فارقا بين زواج بعقد أو زواج بلا عقد. أعجبت لمن عرف السوء عواقب اللذات كيف لا يعرف، كيف لا يعرف. خير الزاد، خير الزاد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. كما أن حركة الكواكب الشمس والقمر والفصول لها أثر في عالم التكوين، النبات يخرج في فصل الربيع، هناك فصل مميز للزرع في عالم الأرض، وهنالك أيضا فصول مميزة في عالم الأرواح. المؤمن صياد للفرص، الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. من المواطن أو المواضع التي يرعاها المؤمن شهر رمضان المبارك، وما أدراك ما هذا الشهر العظيم، ومنها شهر محرم الحرام. شهر محرم برواية الرضا عليه السلام ينقل دعاء عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، في الدعاء إشارة أنه وهذه سنة جديدة. المؤمن في أول محرم ينظر إلى حساباته، بعض المؤمنين يجعل سنته الخمسية مثلا في أول محرم، في هذا اليوم يحاول أن ينظر إلى أموره كلها. المهم في أول محرم الإنسان يستعد لها. قلنا مرارا عليك بمراجعة الأعمال الواردة في المناسبات قبل حلولها. البعض يفاجأ بأعمال يوم الغدير وقد انتهى يوم الغدير، هناك عمل مهم في ذلك اليوم، من صلاها كأنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله في اليوم 24. كذلك المهم عليك بتحين هذه الفرص. ماذا نعمل؟ أولا هنالك صلوات في الليالي المميزة، لا تستهن بهذه الصلوات. لو أن أحدهم قال لك من هذه النقطة تقدم 10 خطوات، ثم 10 خطوات إلى اليمين، ثم إلى اليسار، تصل إلى الكنز. إن خالفت هذه الخطوات لا تصل. إذن عندما يقال في الليلة الأولى من محرم يستحب أن تصلي 2 ركعتين بعد الحمد 11 مرة سورة التوحيد، ماذا يكلفك؟ واتفاقا معظم الصلوات طول السنة هي صلوات مقدورة، دقائق، ليست الصلوات الثقيلة. إذن 2 ركعتان ماذا تكلفك في الليلة الأولى من محرم؟ عن النبي الأكرم هناك بحث بين العلماء يسمى روايات من بلغ. الآن النبي قيل لنا أنه قال من قام بهذا العمل له هذا الأجر، قيل هكذا رواية في الكتب المعروفة،
إذا جاء العبد يوم القيامة كن معي في هذا التصور، قيل له يا فلان يقول يا رب أنا صليت هذه الصلاة أين أجري؟ الذي ذكر الذي وعد، يقال له مثلا الراوي كان ثقة كان كاذبا، هل هذا يليق بكرم رب العالمين أن يخيبك؟ تقول يا رب أنا قمت بهذا العمل على هذا الأمل، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أنا صليت على أمل هذا الأجر فلم تخيبني؟ هل تتوقع رب العالمين يقول لك الراوي لم يكن ثقة عملك كلا عمل؟ هذا بعيد من كرمه. المهم روي عن النبي يحفظ الرواية من أدى هذه الصلاة في هذه الليلة، في الليلة الأولى من محرم، احضر المجالس، ولكن في ختام الليل لا تنسى المستحبات الواردة، وصام صبيحتها في اليوم الأول أيضا، فهو كمن يدوم على الخير السنة. هذا الإنسان دائم الخير ولا يزال محفوظا من السنة إلى قابل إلى سنة كاملة وهو مؤمن، فإن مات قبل ذلك صار إلى الجنة. ماذا تريد؟ لا تقل ركعتان هذا أثره، نعم تقرأ التوحيد ثلاث مرات في حكم ختمة للقرآن الكريم، لا تستبعد من هذه الأجور من الرب الكريم. عادة في الأيام المهمة من السنة كالغدير وغيره هناك دعوة للصيام. الآن البعض يقول أنا عندما أصوم ابتلى بالتعب بالكسل إلى آخره. أولا من يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع هذا يتعود، أنا أعلم بعض المؤمنين طوال العام هذا ديدنهم، فإذا صادف في يوم غير الاثنين والخميس يستحب فيه الصيام، هذا الصيام لا يثقل عليه، جسمه قد تعود. إذن هذا الصوم هذا اليوم من أيام الصيام، من صام هذا اليوم ودعا الله استجاب الله دعاءه عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أختم حديثنا بهذه الفقرة، أنا تأملت في الدعاء الوارد في اليوم الأول من محرم، النبي صلى الله عليه وآله في الليلة الأولى ذكر الركعتين، في اليوم الأول أيضا ركعتان بلا تقييد اقرأ فيهما التوحيد، كما هذه السورة خفيفة عليك، ولكن من دعا بهذا الدعاء بعده ثلاث مرات، أعلق على بعض الفقرات من هذا الدعاء الشريف: اللهم أنت الإله القديم وهذه سنة جديدة، انظروا للتقابل، أنت إله قديم وهذه سنة جديدة، ماذا تريد من رب العالمين؟ تريد المال والذرية مثلا؟ أي شيء تريد؟ النبي يريد شيئا، فأسألك فيها العصمة من الشيطان. يا رب في اليوم الأول من محرم بعد الركعتين أطلب منك يا رب أن تعينني على الشيطان. أي شيطان؟ الذي أخرج أبوينا من الجنة، أنا وأنت ماذا نصنع؟ واقعا لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. سل الله العصمة في أول يوم من أيام السنة، ثم بعد ذلك ماذا؟ والقوة على هذه النفس الأمارة بالسوء.
هب أن الشيطان قيد ولكن النفس الأمارة ماذا تعمل بها؟ ولهذا البعض يسأل لماذا نعصي في شهر رمضان المبارك والشياطين مغلولة؟ الجواب: ممثل الشيطان نفسك الأمارة، هذه غير مغلولة. كم النبي وضع يده على الجرح، أولا العصمة من الشيطان والقوة على هذه النفس. وهناك طلب ثالث، والنبي يختم طلبه بهذا الطلب: والاشتغال بما يقربني إليك يا كريم. في هذا العام السنة الجديدة اجعل شغلي في طاعتك، اجعل عمري بذلة في طاعتك. في أول يوم من محرم انظر إلى السنة الماضية، سنة كاملة، إلى أين وصلت؟ ماذا صنعت؟ ما هو الإنجاز المعتبر؟ ما هو التقدم؟ أي ملكة خبيثة اجتثثتها؟ أي ملكة طيبة أضفتها؟ المهم سأل الله عز وجل أن يشغلك بما يقربه إليك. دعاء شريف مختصر، لا يفوتنك ذلك في اليوم الأول من هذا الشهر الذي عندما كان يدخل يغلب على أهل البيت الكآبة والحزن، تأس بهم في ذلك. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغه عنا تحية كثيرة وسلاما. والفاتحة مع الصلوات.